استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ظهر اليوم أخاهما صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. وقد تبادل سموهما وجلالة ملك البحرين بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي الأحاديث الأخوية حول العلاقات المتميزة القائمة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسبل تطويرها على مختلف الصعد وفي شتى المجالات التي تعود بالنفع والخير على الشعبين الشقيقين. وقد اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيفهما جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة. يرافقهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعدد من المسؤولين إلى بحيرة الحب التي أنشأت في قلب الصحراء القريبة من استراحة المرموم بأمر من صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كي تكون رمزا حضاريا وإنسانيا ماثلا للعيان يعكس القيم الأصيلة لقيادة وشعب الإمارات والمتمثلة بالمحبة والتسامح والتعايش بين مختلف الثقافات هنا على أرض الإمارات وفي رحاب الصحراء العربية التي ترمز إلى الصبر والعطاء والشهامة والكرم. وقد تجول جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمرافقون في أرجاء أرض البحيرة التي تصل مساحتها إلى 550 ألف متر مربع وتضم 16 ألف شجرة زيتون وسدر وسمر وغاف وحوالي 800 ألف من الشجيرات المتنوعة وثلاثة مماش يبلغ مجموع أطوالها نحو 7 كيلومترات. واستمع جلالة ملك البحرين إلى شرح واف حول مكونات البحيرة التي تتألف من بحيرتين تحتويان على مياه عذبة ويمكن للزوار من داخل الدولة وخارجها التنزه والاسترخاء في الحظائر الأربع المخصصة للاستراحة إلى جانب 20 جلسة يمكن للزوار الجلوس فيها لأخذ قسط من الراحة أو الأكل والشرب وتبادل الأحاديث وهي مجهزة بمقاعد وأرائك تتناسب والبيئة الصحراوية. كما تضم البحيرة حسب الشرح الذي قدمه المسؤولون إلى جلالة الملك حمد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مواقف مجهزة ومفتوحة لنحو 500 سيارة. وتسرح في أرض البحيرات حيوانات وطيور متنوعة منها الثعالب الصحراوية والغزلان والصقور والحبارة والبط وزواحف متنوعة. وقد أبدى جلالة ملك البحرين إعجابه بهذا العمل الفني الرائع والإنجاز الحضاري الذي يجذب الزوار والسياح من دولة الإمارات والدول المجاورة والعالم للتعريف بماهية الصحراء وإمكانية العيش فيها والتمتع بالبيئة النظيفة بعيدا عن صخب المدن المأهولة.
وبارك جلالته جهود وأفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يسعى بكل الوسائل المتاحة بالتعاون والتشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من أجل إسعاد شعبهما والتعريف بحضارته وقيمه الإنسانية الرفيعة، متمنياً لشعب الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء وإطراد التنمية والتطور في ظل قيادته الحكيمة. وقد تناول الجميع طعام الغداء في البر، حيث حضر اللقاء والجولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد البحرين لألعاب القوى، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة. كما حضر اللقاء والجولة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من المرافقين.